مجال جديد تدخل فيه النواعم لتحتل صدارة، مجال عرف بخصوصيته الذكورية وشدة أعبائه على الرجال أنفسهم. نرى شليردو 50 عاما قد أتقنت قيادة الشاحنات الكبيرة منذ 20 عاما لتكون الأولى في العراق وإقليم كردستان تتقن وتعلم عمليا قيادة الشاحنات. من شروط تعليم سياقة الشاحنة يجب أن يكون المتدرب أكثر من 20 عاما ويملك رخصة لقيادة خاصة منذ 2 عامين. عندها نقدم له التدريبات الخاصة بسياقة الشاحنة في الشوارع والأزقة، وكيف يتعامل مع المركبة في الساحات وتحديد السرعة القانونية، وكيف يسيطر على السيارة بالكامل والتعامل معها بسبب حجمها الكبير. لم تكتفي شليير بإتقان فن قيادة المركبات الكبيرة فحسب، بل أسست مكتبها الخاص والمجاز لتعليم قيادة الشاحنات والعجلات الصغيرة، حيث علمت حتى كتابة هذا التقرير أكثر من 1500 رجل قيادة الشاحنات والسيارات الكبيرة في مدينة السليمانية. افتتحت مكتب تعليم السياقة في عام 2008 في مدينة السليمانية، وأنا الإمرأة الأولى على مستوى العراق لتدريب سياقة الشاحنات. العمل ليس سهلا، خاصة إننا في مجتمع شرقي، لكن حب مهنتي جعلني أقوى، وأن أحدد هدفي وأنجح فيه مثل الرجال رغم الفرق بين الجنسين بقوة التحمل والجرأة. وها أنا ذا كسرت قاعدة المرأة التي تخاف من قيادة الشاحنات في العراق. خاصية النساء في مجال السياقة خاصية يختلف عن خاصية الرجال، لأن الرجال ممكن عندهم شوية قاسي أو قاسي مع الطلاب أو مع التعليم أو مع التعامل مع البيئة بشكل عام. وموضوع النساء في هذا المجال أتصور هو النقطة قوية، لأن النساء في هذا المجال يقدر كيف يتربون أطفال أو أولادهم كبداية، عندهم حنية في هذا المجال وممكن يوصلون الفكرة بشكل يختلف عن شكل الرجال. رغم الانتقادات اللاذعة التي تلقتها منذ بداية مشوارها في هذا المجال، لم تأبه لها شليير ووضعتها خلف ظهرها لتغدو اليوم من أبرز معلمي قيادة العجلات الكبيرة في السليمانية، والكل يشير لها بالبنان. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية،